السلام عليكم. نعتبر المعادلة التفاضلية y برين تساوي a y، حيث a لا يساوي صفر. حل هذه المعادلة هو من الشكل y يساوي f لx يساوي c exponential a لx. كيف ذلك؟ إذا قمنا باشتقاق y، ماذا تعطينا y؟ y برين تساوي c exponential a x من الشكل أو فتحة تساوي ماذا؟ نقوم باشتقاق سي، سي ثابت أي يبقى سي. مشتق إكسبونونسيال أ إكس يعطينا أ أي في أ، في أ إكسبونونسيال أ إكس. ماذا نلاحظ هنا؟ إذا هي من الشكل، نلاحظ نضع الأ هنا تصبح لدينا تساوي أ في سي إكسبونونسيال أ إكس. سي أ نلاحظ أ في ماذا؟ في إيغريك، تعطينا أ إيغريك، إيغريك بريم يساوي أ إيغريك. هذا هو حل المعادلة التفاضلية. أما من الشكل الثاني، نعتبر المعادلة التفاضلية إيغريك فتحتين أي المشتقة الثانية لإيغريك تساوي ناقص أوميغا أو ناقص دبليو مربع إيغريك، حيث أوميغا لا يساوي الصفر. هل هذه المعادلة هو من الشكل y يساوي c1 كوسينيس أوميغا x زائد c2 سينيس أوميغا x، حيث c1 و c2 عددا حقيقيان ثابتا. كيف ذلك؟ نقوم باشتقاق y فتحة. ماذا تساوي y فتحة؟ تساوي مشتق c1 كوسينيس أوميغا x، ماذا يعطينا؟ يعطينا أوميغا c1 في c1 كوسينيس، أو عفوا مشتق كوسينيس يعطينا ناقص سينيس، أي ناقص سينيس أوميغا إكس زائد ماذا؟ سي اثنين، ولكن مشتق سينيس ماذا يعطينا؟ يعطينا كوسينيس، أي زائد مشتق سينيس يعطينا كوسينيس أوميغا سي اثنين كوسينيس أوميغا إكس. المشتق الثاني إيغريك فتحتان ماذا تساوي؟ نشتق مرة ثانية، ماذا تعطينا؟ السينيس تعطينا كوسينيس، تبقى لنا إذن ناقص أوميغا مربع، ناقص أوميغا مربع سي أ كوسينيس أوميغا إكس زائد، ولكن مشتق كوسينيس يعطينا ناقص سينيس، أي ناقص أوميغا مربع سي اثنين سينيس أوميغا إكس. ماذا تساوي إيغريك فتحتان؟ لو نستخرج أوميغا مربع كعامل مشترك أو ناقص أوميغا مربع كعامل مشترك، ماذا تعطينا؟ تعطينا ناقص أوميغا مربع، نفتح القوس تعطينا كوسينيس أو سي أ كوسينيس أوميغا إكس زائد سي دو كوسينيس أوميغا إكس. ما هو؟ هو إيغريك. إذن تعطينا الحل إيغريك فتحة تساوي ناقص أوميغا مربع في إيغريك. هذا هو حل المعادلة التفاضلية من الشكل إيغريك فتحتان تساوي ناقص أوميغا مربع إيغريك. وشكراً.